ولنستمع في الفاصل القادم لحديثه عن مرضه في لقاء مع الصحفي اللبناني محمد بديع سربي. ما هو تأثير الأزمات الصحية على نفسيتك؟ ما أنا قلت لك يعني أنا نفسيتي طبعا في يعني بتتعب، يعني ما أقدرش أنكر وأقول لك مثلا بتتعبش، بتتعب لأنها بتأجل، يعني الأزمات الصحية بتأجل أعمال كتيرة جدا. ولو أني برضو بفلسفة، يعني مثلا أنت تذكر وأنت راجل تعرفني من حوالي 20 سنة دلوقتي، أنه والله عبد الحليم حافظ ده واقف وش الناس ويسد الطريق على الناس، أكن مثلا الإذاعة والتلفزيون والحاجات دي ملكي مثلا، ورثها عن الوالدين. ف يعني طيب، طب ما عبد الحليم حافظ بيشتغل شهر ولا شهرين في السنة، ها؟ إذا اشتغل بجد يعني، وبيسيب باقي السنة اللي كل الناس تعمل اللي هي عايزاه. طيب يعني ما بعملش برضو بفلسفة من الناحية دي. وجات علي أديني مثلا، أنا بقالي دلوقتي أستاذ بديع حوالي 10 شهور، رحت فيهم 20 يوم القاهرة، 20 يوم. عملت ايه؟ عملت خطابات في شهر رمضان، يعني رحت قبل شهر رمضان في العشرين يوم عملت 30 خطاب، وعملت حديث في التلفزيون قصير جدا، وكان عن حياة الله يرحمه المرحوم الأستاذ محمد فوزي. فبرضو يعني برجع أقول لك أنه الأزمات طبعا بتأثر على نفسيتي. أنا أتمنى أن أنا أكون سليم زي ما كنت في الأول، علشان أقدر أقدم فن سليم، وأقدر أقدم أغاني أكتر، وأقدر أقدم أفلام أكتر، علشان أقدر أسعد الناس، مش عشان أبدا أسد الطريق قدام أي موهبة جديدة. بالعكس، يعني إحنا عندنا الشركة بتاعت صوت الفن هي اللي بتفتح إيديها للمواهب الجديدة. غنى عبد الحليم حافظ في معظم البلدان العربية،